السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب التويرا، حيث ان فيه يعني لاحظت انه الاشغال بطيئه جدا في هذه الايام، حيث انه حتى الاشغال تاع تصريف المياه في الملعب مازال ما انتهتش. وللعلم يعني في الملعب فيه في الارضيه فيه 3 طبقات لازم تندار. الطبقه الاولى تاع تيراسمو هي الطبقة الأولى، ثم تأتي الطبقة، وهذيك الطبقة تاع التيراسمون هو اللي تجي فيها الحفير تاع لي ترونشي تاع الكاناليزاسيون تاع الماء، باش يمشي الماء في لي ترونشي هذوك، ثم يتغطى بال جيومومران. جيومومران سي مومبران ايطونش باش الماء ما يتسربش للأرضية تاع الملعب. ثم تأتي انكوش طبقة تاع 20 إلى 30 سنتيمتر بالحاصة فوق لا جيومومبران، فوق الجلد هذاك الأبيض اللي يعني العازل. دونك تجي طبقة تاع الجرافي تاع الحاصة فيها 20 أو 30 سنتيمتر، من 20 إلى 30 سنتيمتر، وهي هي لا كولش فيلترونت، الماء اللي تفلتر على حسب الحاصة هذاك باش يمشي في لي ترونشي هذوك. ثم تأتي الطبقة نتاع الأرض الخصبة اللي سوف تزرع فيها العشب، وهي الطبقة الأخيرة هذه الثالثة مازال ما انطلقتش. فيه استقطاب كبير للأشغال الموجودة خارج الملعب، خاصة الأشغال نتاع الأرضية والأشغال نتاع التحتية يعني الجاليري والأساسات حول الملعب، مازال فيها أشغال تهيئة، وكذلك تهيئة تاع لي باركينغ التيراسمون، لي طرافو دو تيراسمون تاع الباركينغ اللي يجي يعني قرب الملعب، وكذلك الطرقات. هو فيها ريزو على يدور عن الملعب، وكذلك فيه اشغال نتاع الجسر اللي يقطع فوق طريق السيار. اذا كل هذه الاشغال راهي ماشيه، لكن الاشغال داخل الملعب تبدو بطيئه، نتاع طبقه نتاع التربه مازال ما انطلقتش. إذا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.